بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، معكم الدكتور أسامة إبراهيم الشحات، استشاري أمراض وزراعة الكلى وسفير الجمعية العالمية لأمراض الكلى ونقيب الأطباء بالدقهلية. برحب بحضراتكم وبقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا خلاص يومين بالظبط ان شاء الله، وقبل من يومين وهنكون نبدأ شهر رمضان المبارك أعده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. طبعا احنا في وضع في مصر دلوقتي مختلف بمناسبة الجائحة اللي موجودة على مستوى مصر ومستوى العالم كله. طبعا رمضان جاي بطعم مختلف وبصورة مختلفة، لكن ان شاء الله ندعو ربنا انه يذيح الغمة ويحمي البلاد والعباد ويحمي العالم كله من هذه الجائحة ان شاء الله. النهاردة عاوز اتكلم على موضوع مهم جدا، وموضوع دايما بيثير الجدل عند مرضى الكلى، موضوع الصيام لمرضى الكلى. موضوع الصيام لمرضى الكلى موضوع كبير ومتعدد ومتشعب، لكن قبل ما ابدأ في هذا الموضوع في نقطة مهمة جدا عاوز أثيرها. النقطة الأولى هي الشكر الجزيل جدا لدايفرت لاب، شركة دايفرت لاب، شركة محترمة. أنا بقولش محترمة عشان هي شركة أدوية، لا، شركة أدوية عايشة في وسط المجتمع، ساعدت المجتمع في الجائحة. الحقيقة هم بعتوا لي امبارح الجواب اللي جاي لهم شكر من النقابة العامة لأطباء مصر بمناسبة ان هم قدموا مواد مطهرات وأدوية لكل مستشفيات العزل في مصر. ودي نقطة مهمة جدا ان الكل بيتكاتف في هذه المرحلة، فنرفع لهم القبعة، ولكل الشركات الداعمة ولكل فرد داعم للمنظومة الصحية ولصحة الإنسان المصري وفي أي مكان في العالم، نرفع لهم القبعة ونشكرهم شكرا جزيلا. النقطة الثانية اللي عاوز أبدأ بها برضو قبل ما أبدأ لمرضى الكلى، هل الوضع بتاع الكورونا في العالم كله يستوجب ان احنا نفطر ولا نصوم؟ ده موضوع مهم قبل ما اتكلم على موضوع الكلى. من الناحية العلمية الكلام الكتير اللي اتقال ان لازم الحلق يكون مبتل طول اليوم او نشرب مية زيادة او كلام لم يثبت صحته علميا. احنا بالنسبة لنا في ديننا الاسلامي بنتوضى خمس مرات في اليوم، بنتمضمض نفسنا وبنبل حلقنا لكن ما بنشربش الميه، فدايما حلقنا مبلول طري. فالمشكله دي اصلا مش موجوده عندنا في الشريعه بتاعتنا. النقطه الثانيه موضوع السوائل لم يثبت صحته علميا، فمن الناحيه الطبيه، انا ما بتكلمش عن الناحيه الشرعيه، من الناحيه الطبيه يجوز لنا الصيام في شهر رمضان، إلا إذا لا قدر الله أصيب أحد بالمرض وأصبح الصيام يعرض حياته للخطر، هنا يوجب الفطار بالرأي الطبي مع الرأي الشرعي. نبدأ بقى في موضوع مرضى الكلى وصيام شهر رمضان. هم إيه أنواع مرضى الكلى؟ يعني إحنا هنتكلم على إيه؟ هنتكلم على مجموعة من المرضى، شبعا مش هنلحق نتكلم على كله، لكن هنتكلم على الجزء الأساسي اللي فيه هذا الموضوع. النقطة الأولى مرضى القصور الكلوي، ومرضى زراعة الكلى، ومرضى حصوات الكلى، ومرضى التهاب قناة مجرى البول المتكرر. يبقى هنتكلم على أربع نقط أساسيين في هذا الموضوع. نبدأ بالأول القصور الكلوي. هل القصور الكلوي نوع واحد؟ لا، القصور الكلوي نوعين مهمين. النوع الأول القصور الكلوي الحاد والقصور الكلوي المزمن. يعني إيه قصور كلوي حاد؟ القصور الكلوي الحاد هو أن الكلية بتبقى وقفت وقف مفاجئ، بمعنى أن الكلية سليمة وتوقفت عن العمل بصورة مفاجئة، لكنها على الأرجح سوف تستعيد الوظيفة وترجع إلى العمل بصورة طبيعية أو شبه طبيعية.
طب ايه السبب اللي ممكن يعمل قصور كلوي حاد؟ اسباب كتير جدا. من اشهر الاسباب اللي احنا بنعمل اللي احنا بنعملها ومش حاسين بيها ايه؟ المسكنات. واحد جاله صداع، واحد جاله وجع، واحد جاله مش عارف ايه، اخذ مسكنات يجي له قصور كلوي حاد، ومجرد العلاج ترجع الكلى للوظيفه الطبيعيه. او الصبغات، او حد نزف. اسباب كتيره جدا ممكن تعمل قصور كلوي حاد، لكن النقطه المهمه ان هذا النوع من القصور تستعيد الكلية الوظيفة بصفة طبيعية، بصورة طبيعية او شبه طبيعية بعد ذلك. طيب المريض اللي عنده قصور كلوي حاد ممكن يصوم؟ لو انا سألتكم السؤال ده بالبديهة ما ينفعش. ما ينفعش يصوم تماما. ليه؟ لان الكلية بتبقى ارتفعت وظائفها، وفي بعض الاحيان بيتم لهؤلاء المرضى جلسات غسيل كلوي مؤقت. شوف بعود بتك على كلمة مؤقت ليه؟ على غسيل كلوي مؤقت. فبناء عليه المجموعة دي ما تقدرش تصوم. حتى لو الكلية بدأت تستعيد الوظيفة ورجعت طبيعية، لازم في أتأكد أن الكلية أصبحت ثابتة لفترة من الزمن. ليه؟ لأن في مرحلة الإفاقة من الكلية بتدر بول شديد جدا. إدرار البول الشديد لو صام المريض ممكن يحصل له جفاف. فهنا لابد من التأكد أن الكلية أصبحت وظيفتها ثابتة لفترة طويلة من الوقت. وبعدين لو المريض فطر في هذا الموضوع ممكن يعيد الصيام بعد كده عندما تستقر الكلية وتستقر الوظائف بصورة نهائية. النقطة الثانية القصور الكلوي المزمن. طب ايه يعمل ايه قصور كلوي مزمن؟ احنا قلنا الحاد دي خلاص، وان ما ينفعش يصوم، وان الصيام له ظروف معينه ممكن يعيد الايام بعد كده لما الكلى تستعيد الوظيفه. طيب القصور الكلوي المزمن يعني ايه قصور كلوي مزمن؟ القصور الكلوي المزمن هو تليف او فقدان الوظيفه بصفه مزمنه. خلاص الكليه بدات تتليف. تتليف الكلية، هل ترجع في الوظيفة؟ لا، ما بترجعش في الوظيفة، مش زي التاني بقى. يبقى عشان كده الظروف هنا غير الظروف هنا، ظروف القصور الكلوي الحاد غير ظروف القصور الكلوي المزمن. طب القصور الكلوي المزمن ده هل هو نوع واحد أو درجة واحدة؟ لا، هو مش درجة واحدة، هو خمس درجات. بنسميهم كده، الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. طيب الخمس درجات دول بنحدهم على بناء على ايه؟ بنحدهم بناء على حاجة اسمها معدل الارتشاح الكبيبي. معدل الارتشاح الكبيبي ده بيتطلب كم نقطة مهمة جدا عشان احسبهم، اللي هم ايه؟ تحليل الكرياتينين، ودي نقطة مهمة جدا وهجيلها على جنب بعد كده. وزن المريض، المريض ذكر ام انثى؟ دول الثلاث نقط المهمين اللي ببدأ عليه بناء عليهم بحسب معدل الارتشاح الكبيبي. وبناء عليه معدل الارتشاح الكبيبي بدرجاته ببدأ أقول الشخص ده عنده درجة أولى أو درجة تانية من القصور الكلوي الحاد أو المزمن. طيب النقطة اللي بعدها أنا حددت القصور الكلوي من 1 و2 و3 و4 و5. يفرق الدرجات في الصيام؟ تفرق جدا. ونقولهم بالتدريج كده وبالراحة. الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية اللي بيكون معدل الارتشاح الكبيبي في الدرجة الأولى أعلى من 90 مللتر والثانية من 60 لـ90، دول يجوز لهم الصيام. بشروط المتابعة مع طبيب الكلى المتخصص واللي بيظبط لهم أحوال معينة وهقولها بعد كده. يجوز خلاص. يبقى الدرجة الأولى والدرجة الثانية مفيش مشكلة في الصيام إن شاء الله، بس لازم يكون هذا الكلام عن طريق الطبيب الكلى المتخصص اللي يقدر في النهاية يحدد لهم إذا كانت عندهم ظروف معينة أو أدوية معينة ممكن يظبط لهم الدنيا. طيب الدرجة الثالثة اللي معدل الارتشاح الكوبايبي من 30 لـ59، ده هنا بنحط بقى علامة ونقف.
القصة هنا قصة مختلفة في الثالثة والرابعة والخامسة، قصة مختلفة من حيث المبدأ. من حيث المبدأ في الثالثة لابد أن الطبيب المعالج يراجع المريض قبل الصيام وبيشوف قدرة الكلية على التركيز والعمل. إذا كان هيصومه في هذا الأمر فبيبدأ يقول له أنا هصومك، هبدأ عيد لك تحليل الكلى بعد مثلا 7 أيام من الصيام أو فترة قصيرة من الصيام، وأبدأ أقيم الموضوع تاني. لو للطبيب المعالج لقى التحاليل بدأت تعلى فهيوقف الصيام وهيبدأ في المريض يفطر بقية الشهر. بقية الشهر إذا الكلية بدأت تشتغل أو كانت شغالة كويس وبدأ يكمل، ممكن يكمل الصيام، بس بيكون عين الطبيب على المريض أو الاثنين قريبين من بعض عشان ما يحصلش تدهور في وظائف الكلى أثناء الصيام. دي المرحلة اللي هي الثالثة. قبل ما أخش في المرحلة الرابعة والخامسة عاوز أقول للكثير من المرضى أن هم بيعتمدوا في تقييم وظائف الكلى على تحليل الكرياتينين بالدم. طب لما انا حالا جيت قلت درجات الكلى الـ5 درجات قلت انها تعتمد على ايه؟ معدل الارتشاح الكوبيبي. مظبوط مظبوط. طب الكرياتينين هو علامه للمتابعه وليست علامه لتحديد الدرجه، ويساعد في المعادله لكن مش هو اللي هبني عليه. ليه؟ لان تحليل الكرياتينين لا يمثل وظائف الكليه بدقه. بمعنى ايه؟ هشرح لكم الموضوع ببساطه. لو واحد عنده كليه واحده او زارع كليه واحده او زارع كليه ممكن يلاقي تحليل عنده 1. مظبوط مظبوط. طب هل ده انه هو المعدل الارتشاح الكوبيبي هيكون طبيعي؟ لا مش هيكون طبيعي، معناه انه عنده كليه واحده، معناه ان الكرياتينين لا يمثل. تاني نقطه، الكرياتين عند الستات مش زي عند الرجاله، لانه الكرياتين ده بيمثل نتيجه الايض الاخير في المصل ماس اللي هي الكتله العضليه، وطبعا الرجاله عندهم الكتله العضليه اقوى من مين؟ من الستات. يبقى ما اقدرش اعتمد على تحليل الكرياتينين بصفه كامله، ولازم اعتمد على معدل الارتشاح الكوبيبي عشان اقول انا الدرجه كام. نيجي للدرجه الرابعه. الدرجه الرابعه زي الدرجه الخامسه لا يفضل لهم الصيام، لا يفضل لهم الصيام. الدرجة الخامسة فيها نوعين، نوع المريض اللي مش على الغسيل برضه لا يفضل له الصيام، والمرضى اللي هم على الغسيل. قصة عدم الصيام في الدرجات الرابعة التالتة والرابعة والخامسة ما تتخذش بمبدأ عام، بتتخذ على كل بتفصيلة كل عيان لوحده. ليه؟ كل عيان لوحده ليه؟ لأن كل عيان، ودي نقطة مهمة عاوز أسيرها معاكم، لأن ساعات المرضى بيسمعوا الكلام بعض والقصة الغالبة بناخد الكلام من بق بعضنا، وده كلام مش مظبوط. لأن في مرضى ممكن يكون السبب عندهم السكر، القصور الكلوي نتيجة الإصابة بمرض السكر، كويس. بس في مرضى سكر عندهم بياخدوا علاج حبوب، وفي مرضى سكر بياخدوا إنسولين، يعني الناس مش زي بعضها. وفي ناس عندها مرضى السكر من الصغر وناس عندها مرضى السكر من الكبر، فالقصة مختلفة. في واحد بياخد جرعات عالية واحد بياخد جرعات منخفضة، فما اقدرش احط المبدأ للجميع بصورة واحدة. تمام. النقطة اللي بعد تانية الضغط، ضغط الدم برضو ممكن يكون العيان ده عنده سكر وعنده الضغط، في واحد تاني عنده السكر بس وعنده الضغط بس، في واحد تالت ممكن يكون عنده مرض وراثي. فانا ما اقدرش احط المرضى كلهم زي بعضهم وبطريقه واحده مع بعض زي بعض في التعامل وفي اتخاذ القرار. احنا بنحط العلامات بصفه، بنحط لغايه الفريم او الخطوط العريضه، لكن في النهايه لابد ان يتم التقييم بواسطه الطبيب المتخصص لكل حاله على حده. يبقى اتفقنا الثالثه وان الرابعه مش هينفع في الصيام ولا الخامسه. طيب لو نيجي بقى لمرضى الغسيل الكلوي، عندنا كم نوع من الغسيل؟ عندنا نوعين، الغسيل الدموي والغسيل البريتوني. الغسيل الدموي والغسيل البريتوني لا يفضل لهم الصيام.
ده يفضل وبنقول المرضى الكلام ده. لكن الارتباط الديني او الارتباط النفسي للمرضى مع في موضوع الصيام موضوع شديد جدا. والواحد لما بيجي يتكلم في موضوع الصيام مع المرضى بيتكلم معاهم بمنتهى الحذر والحساسيه. اول الواحد ما بيكلم المريض تبدا ويقول له مش هتصوم، تبدا دموعه تنزل لكنه هيخالف شرع ربنا، وده مش حقيقي، لان الدين سمح لنا وادى لنا الرخصه. واهل الدين لما بنيجي نتكلم معاهم او تيجي تسالوهم بيقول لك اسالوا اهل الذكر. اهل الذكر في هذا الموضوع هم الاطباء. فالطبيب بيقول لك افطر والدين اداك الرخصه فالمفروض تفطر، لكن ما زلنا بنواجه مشاكل كبيره في هذا الاتجاه. مريض الكلى، مريض غسيل الكلى الدموي مثلا، يقول لك لا انا هصوم. طيب فبنحل، احنا بنقعد معاه وبنتناقش معاه وبنجد حل وسط. ايه الحل الوسط ده؟ ان احنا نقول له يا اخي لو حالتك تسمح، نفرض ان هو ما عندوش سكر ولا عنده ضغط وحالته العامه مستقره، وبدانا نقيم الموضوع بتاعه وظبطنا الموضوع وقلنا له انك ممكن تسمح بالصيام بس ممكن تصوم في الايام التي ليس فيها غسيل، ولازم نحط له شروط وخطوط عريضه امتى يكسر الصيام. مهم جدا، لان مش هخليه يصوم وعرض حياته للخطر. هبدا اقول له انت هتبدا تفطر لو حسيت مثلا بكتمه نفس شديده، او حسيت بهبوط شديد، قست السكر لقيت السكر بتاعك مثلا قل عن 70 لازم تفطر. انت قست العصر لقيته 70، طب ما هيبقى على المغرب كام؟ هتعرض حياتك للخطر. فلازم نضع الشروط العريضه للمرضى اللي هم بتوع الغسيل الكلوي اذا صومناهم في يوم ما يكونش فيه غسيل. ونبدا نقول له خلي بالك هتصوم في اليوم اللي ما فيش فيه غسيل، ما تشربش ميه زائده بين الفطور والسحور، لان المرضى دول بيكون عندهم البول قليل، لو شرب ميه هتتخزن في جسمه وهتعمل له مشكله وهتعمل له كتمه نفس شديده. لازم ننتبه للصيام مع الاكل والغذاء، لان احنا الصيام نفسه ممكن يعلي تحليل البوتاسيوم، والبوتاسيوم انتوا عارفين ممكن يؤثر على عضله القلب. عشان كده بنقول ايه؟ بنقول انتبههم لتغذيه المرضى الكلى اللي بيغسلهم ويصومهم على حميه قليله البوتاسيوم. ونبدا نشرح لهم ايه الحميه قليله البوتاسيوم اللي ممكن تؤثر عليهم وتعمل لهم مشكله. كويس؟ يبقى احنا دلوقتي قلنا المرضى اللي هم على طب في ساعات في بعض المرضى بيصوموا يوم الغسيل كمان. بيحصل. وبنقول لهم ما ينفعش، طب ما ينفعش ليه؟ أولا محاليل الغسيل اللي موجودة في مصر محاليل ما فيش فيها سكر. هم أصلا في الأيام الطبيعية بيتعرضوا لهبوط سكر، فما ينفعش. لا يجوز، لا محاليل داخلة ومحاليل خارجة وراحة وجاية، فده ما ينفعش. فلازم لو فكرنا هم من الأساس يفطروا، لو فكرنا يصوم ممكن يصوموا في اليوم اللي ما فيش فيه غسيل، بس بنحط لهم الشروط العريضة والمخاطر والمحاذير امتى يكسر الصيام بتاعه ومع الحمية المناسبة له وشرب السوائل. وبنقول مش كل المرضى برضه هيتعاملوا كده، زي ما قلت احنا ما بنعاملش المرضى كلهم كنظام واحد، لان الامراض بتبقى مختلفة من واحد الى اخر. طيب النوع الثاني الغسيل البريتوني. هو الغسيل البريتوني ده موجود او موجود؟ بيتعمل ازاي؟ قلنا بنحط محاليل جوه البطن، والمحاليل ديت نفسها لما تتحط جوه البطن وبنخرجها، فعشان كده ممكن ما ينفعش يتعمل والمريض صايم. طب الحل ايه؟ برضه المرضى دول جزء منهم بيصمم على الصيام، فبنعمل حاجتين. بنخلي الغسيل بتاع الغسيل البريتوني بين الفطار وبين السحور، او نحوله من غسيل البريتوني النقال اللي هو 4 اكياس في الفتره دي الى الغسيل البريتوني الاوتوماتيكي اللي هو الاوتوماتيكي عن طريق الجهاز. ممكن نحل المشكله كده، ممكن اذا توفرت
هذه الإمكانيات. إذا الإمكانيات دي توفرت ممكن نمشي على كده، وممكن الدنيا تمشي بهذا الأسلوب. يبقى احنا كده خلصنا مرضى الغسيل الكلوي الحاد، وقلنا درجات الغسيل الكلوي بدرجاته، وقلنا ان الثالثة بنعمل الاولى والتانية بيصوموا، الثالثة الدكتور بيقيم، والرابعة والخامسة لأ، والغسيل الاصل لأ، لكن ممكن في ظروف معينة نعمل لهم شروط وعيننا عليهم. والقاعدة الذهبية في هذا الموضوع ان لا يعامل المرضى زي بعضهم، كل مريض بيعامل بتفصيلة مختلفة عن الآخر ونظام مختلف عن الآخر. طيب نرجع بقى للنقطة التانية، النقطة التانية مرضى زراعة الكلى. مرضى زراعة الكلى يصوم ولا ما يصوموش؟ لا، ما القصة ما تتاخدش كده. في شروط معينة عشان أقول للمريض يصوم أو ما يصومش. أول نقطة، المريض ده زارع بقاله قد إيه؟ اي مريض زارع اقل من سنة لا يجوز له الصيام. نبدأ الصيام بعد السنة الاولى كده وبس. لا مش كده وبس، لازم تكون الكلية مستقرة تماما. يعني ايه مستقرة؟ يعني وظائف الكلى كويسة وثابتة طبيعية وثابتة طول الفترة، ما يكونش تعرض لرفض قريب. يعني يكون من شهرين ثلاثة كان عنده رفض مثلا وانا عالجت الرفض والرفض اتعالج والكلية، لا ما ينفعش. لازم اطمئن على سلامة الكلى فترة معينة لغاية ما تثبت الوظائف وتبقى تمام، ابدأ اقول له نبدأ نصوم. في نقطة، سواء مرضى الغسيل او مرضى الكلى او مرضى الزراعة هي تناول الادوية. يعني ايه تناول الادوية؟ مرضى الزراعة بيتناولوا أدويتهم في مواعيد مثبتة ومحددة. يعني بيتناول عقار ده كل 12 ساعة، 9 الصبح و9 بالليل، 10 الصبح و10 بالليل، 11 الصبح و11 بالليل مثلا، يعني كل 12 ساعة. لو الصيام أكتر من 12 ساعة إيه اللي هيحصل؟ هتحصل لخبطة في العلاج. كويس؟ طيب لو حصلت لخبطة في العلاج ايه اللي هيحصل؟ هيؤثر وممكن يعرض الكلية لمشاكل ورفض. يبقى الحل ايه؟ اذا كانت الفترة ما بين الفجر وبين المغرب اكتر من 12 ساعة، وهناك ادوية يجب اخذها لمريض زراعة الكلى كل 12 ساعة، لا يجوز له الصيام في هذا التوقيت. طب الحل ايه؟ حلين. الحل الاول، لو كانت في عقاقير ممكن تتاخد مرة واحدة في اليوم، ممكن ممكن موجودة، او لو ما ده لما توفرش يبقى المريض يصوم في اوقات الشتاء لما يكون التوقيت بين الفجر والمغرب اقل من 12 ساعة، ممكن يصوم ممكن يصوم. يبقى احنا اتفقنا على مرضى زراعة الكلى التوقيت والأدوية. برضو نفس الكلام لمرضى القصور الكلوي ومرضى الغسيل كلهم، إذا كان هناك تعارض بين الصيام وتناول العلاجات لا يجوز له الصيام. بمعنى نفرض أن مريض بياخد علاج ضغط وبياخد علاج الضغط ده كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات، طب هو لو ما خدش علاج الضغط إيه اللي هيحصل؟ ضغطه هيرتفع، هيعرض حياته للخطر. فتناول الأدوية جزء مهم جدا من التوقيتات المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها عند حدوث أو عند قرار الفطار أو عند قرار الصيام أو الفطار. يبقى احنا كده خلصنا مرضى القصور الكلوي، خلصنا مرضى زراعة الكلى، هنخش بقى على الجزء الثالث اللي هو مرضى حصوات الكلى. مرضى حصوات الكلى هو ايه؟ الحصوات كلها نوع واحد؟ بالطبع لا، احنا عندنا كم نوع من الحصوات؟ حصوات الكالسيوم والاوكزاليت والفوسفيت والسيستاتين والحرارات المخلوطه. هل كل الحصوات حجم واحد؟ بالطبع لا. هل كل الحصوات بتبقى لها مكان ثابت في لا،
ممكن المريض ده تبقى عنده حصوة في الجدار بتاع الكلية، واحد تاني حصوة في حوض الكلية، واحد تالت حصوة في الحالب، واحد رابع حصوة في المثانة. يعني القصة مش ثابتة، يعني القرار مش واحد. في واحد يبقى عنده حصوات وعنده مغص وعنده ارتجاع مية، واحد تاني ما عندوش. يبقى هنا القرار بيؤخذ بناء على معطيات مختلفة، حجم مكان الحصوة، حجم الحصوة، الحصوة مصاحبة بآلام ولا لا، مصاحبة بالتهابات ولا لا، وبناء عليه بيتخذ القرار. طيب ناخد المبدأ الأولاني، أن أي مريض، أي مريض عنده حصوة عاملة انسداد في قناة مجرى البول مع آلام لا يجوز له صيام. يعني إيه؟ يعني حصوة سدت الحالب وعملت ارتجاع مية على الكلية وبدأ يجيله مغص كلوي حاد، ده يصوم؟ لا ما يصومش، ما ينفعش يصوم، ما ينفعش أساسا يصوم، لأن محتاج محاليل وهيحتاج أدوية مسكنات وهيحتاج إن عنده ممكن يستعمل المضادات الحيوية لو في التهابات، وبناء عليه لا يجوز له صيام. الصيام هنا سيسبب ضرر شديد للمريض. يبقى المريض يفطر ولغاية ما يتم علاجه وتستقر حالته ثم يعيد هذه الأيام، مفيش مشكلة. طيب لو الحصوية ديت بقى موجودة في مكان بعيد، مش عاملة سدة، مش عاملة وجع، لكن المريض ده عنده أول مرة يجيله حصواية، ممكن أصومه وعين عليه وبرضه أفهمه يشرب مية إزاي، يشرب مية بين الفطار والسحور إزاي، يشرب يتابع اللون البول إزاي. في نقط في النقطة دي بالذات ممكن ننصح بها المريض. يعني إيه؟ يعني ممكن مريض عندي بيشتغل في مكان كله حرارة، في مطبخ، طباخ، في فرن، بخباز، عامل سقالة قاعد طول النهار في الشمس طول النهار، فده برضه ما تعاملش معاه زي ما بتعامل مع واحد قاعد في البيت. برضه قصة الظروف الاجتماعية مختلفة. انا قرار الصيام من الفطار ما هوش قرار ان انا بقوله كلمة وامشي، لا، القرار قرار مختلف بناء على حاجات كتيرة جدا بقدر اقرر عليها هل هذا المريض يستطيع الصيام ولا ما يستطيعش الصيام. طب لنفرض المريض اول مرة يجيله حصواية والحصواية مش عاملة مشاكل، فابدأ انصحه بقى، قال له يا اخي انت ممكن تمارس عملك بين الفطار والسحور اذا كان ده ممكن، حتى لو هتمارسه بالنهار لا تتعرض لأشعة الشمس تعرض مباشر او للحرارة تعرض مباشر، ولو تعرضت لازم تشرب لو تعرضت لازم تنتبه لنفسك كويس وتنتبه لنسبة المية اللي خارجة من جسمك. طب هل هو يعرف الكلام ده ازاي؟ احنا دايما بنقول للمريض علامة بسيطة جدا، ودايما حضراتكم بتاخدوا بالكم منها او بتحصل معاكم بس ما بتنتبهوش لها، زي ايه؟ لون البول للناس مهم جدا. يعني حضراتكم بين الفطار والسحور لو شفت لون البول بتلاقوا ابيض ايه شفاف، نتيجه ان الجسم ارتوى من الماء، ارتواء الجسم من الماء والبول بقى شفاف، بقى خلاص جسمك ارتوى. بتيجي حضرتك طول النهار صايم وبتيجي بعد صلاه العصر تخش الحمام تلاقي البول قل وبقى اصفر غامق، ان جسمك ده دلاله ان جسمك بدا يتعرض لنوع بسيط من الجفاف. هنا لازم تنتبه وتاخد بالك من نفسك، لان احنا بنلاحظ ان في شباب كتير جدا بيروح يلعب كوره قبل الفطار مثلا، ده في منطقه خطوره، ده التوقيت بتاعك ان جسمك اصلا قل في الميه، سكرك بدا ينزل، فلازم تنتبه لهذا التوقيت. وهذا الكلام كلام مهم جدا، واحنا دايما بنلاحظ لما حتى في الكوره لما فرق المصريه تروح تلعب في افريقيا يلعبوهم الكوره بعد صلاه العصر،
قبل المغرب وما تعبانين يغلبوه. طب يغلبوهم ليه؟ لانه هم جسمهم تعرض لجفاف في هذا التوقيت. عشان كده بيبقى قرار الصيام لمرضى الحصوات مختلف، مختلف بناء على نوع الحصوه وحجم الحصوه ومكان الحصوه، هل هي مصاحبه بالام ولا غير مصاحبه بالام. واخر نقطه هنتكلم فيها التهاب قناه مجرى البول. التهاب قناه مجرى البول برضو فيه التهابات حاده والتهابات مزمنه. الالتهابات الحاده لا يجوز لهم صيام خلصانه. الالتهابات المزمنه يجوز لهم الصيام بس بشروط برضو. لو بيستعملوا مضادات حيويه تبقى برضو طويله المفعول. يكسروا من السوائل. وكلمه يكسروا من السوائل دي انا عاوز اقولها وعاوز اتكلم فيها شويه، لان برضو لهم مش كل مرضى الكلى يشربوا سوائل بصوره مكثفه، وده من الاخطاء الفادحه. بمعنى واحد عنده ورم في رجليه وعنده قصور في عضله القلب مع قصور في الكلى، رجله ورمه، اروح اقول له اشرب ميه زياده؟ انا بديله مدرب بول عشان يخرج ميه من جسمه، ما ينفعش. فعشان كده بقول ان الحالات دي كلها لابد من تقييمها تقييم منفرد. يعني ايه تقييم منفرد؟ كل حاله يتم تقييمها بصوره منفرده عن الاخرى، والطبيب المعالج هو اللي بيقرر، هو بيقرر القصه هتمشي ازاي. في حد بيسالني بيقول لو مريض سكر يا دكتور وعنده حصوات على الكلى الافضل يصوم ولا يفطر؟ مريض السكر ده بيستعمل انسولين ولا بيستعمل حبوب؟ على واحد الحصوايه عامله انسداد ولا مش عامله انسداد؟ لو بيستعمل انسولين والحصوايه عامله انسداد يفطر. لو بيستعمل انسولين جرعه واحده مثلا والحصوايه مش موجوده في مش 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 في مكان عامله مشاكل ولا عامله التهابات ممكن يصوم بمتابعه الطبيب المختص بتاعه. يبقى الالتهابات قناه مجرى البول، الالتهابات ديت نقدر نقول عليهم ان هم لو حاده واحد جاله التهاب صديدي في قناه مجرى البول وبخش الحمام كل دقيقتين وعنده صديد مش عارف فوق ال 100 مثلا وعنده ارتفاع بدرجه الحراره، ده يصوم ازاي؟ ده ما ينفعش يصوم. لا يفطر وياخد علاجه وان شاء الله بعد كده ممكن يعوض الايام دي. طيب المريض المزمن بقى اللي عنده التهاب مزمن لو بيستعمل مضادات حيويه من اللي هي الوقائيه من النوع طويل المفعول وممكن ما يتعرضش للشمس ويشرب ميه كويس ونديله شروط معينه، ممكن في هذا التوقيت ممكن هذا المريض ممكن يصوم. الحقيقه قبل ما انهي اللقاء بتاعي معاكم لازم اقول ان مش كل مريض بيتعامل زي التاني، وكل مريض بيتعامل بحده بمعطياته. قصور كلوي حد لوحده، قصور كلوي مزمن لوحده بدرجاته، زراعه كلى كله بيقيم بطريقته. حد بيسال برضه بيقول مريض السكر العصبي هل له احتياطات يعملها عشان الصيام؟ السكر العصبي ده يعني ما بياخدش علاج، ده انا فاهمه من كلام حضرتك طبعا برضه يتابع مع الطبيب بتاعه. واهم حاجه هنا هتبقى الحميه هي اللي هيقدر تتحكم فيه مع ممكن لو علاج بسيط ممكن يتابعه. لو حد جاله حصوات بسيطه على الكلى هل في مشروب طبيعي؟ طبعا الثقافه المصريه اللي عندنا في مصر ان احنا المرضى بتوعنا اللي عندهم حصوات نقعد نشربهم بريل وميه مش عارف ايه وميه ايه، هي كل الغرض كلته انه يشرب سوائل. السوائل هي العامل الاساسي لمرضى الحصوات، بس برضه بشرط ما يكونش جسمه وارم وفي سوائل زياده واديله سوائل زياده. سؤال العوامل التي خلال كميه السوائل مع بعض المرضى، ازاي احدد كميه السوائل؟ طبعا ده سؤال محترف. السؤال دايما بقول للعيان حاجه بسيطه جدا، قيس 24 ساعه بول بتاعك طلع مثلا 1500 ضيف عليهم 500، طلع 2000 ضيف عليهم 500، يبقى كميه اللي خارج وبضيف عليهم 500 سنتي واشربهم على مدار اليوم ما اشربهمش مره واحده. لو حد مركب قسطره بوليه بسبب تضخم البروستاتا هل يفضل له الصوم ام لا؟ لو ما فيش التهابات موجوده في القسطره وما عندوش امراض اخرى ممكن تمنع الصيام ممكن يصوم. لو هي القصه بس مركب القسطره عشان البروستاتا وما فيش التهابات
ممكن يصوم. لكن لو نفرض بقى انه عنده السكر، لو عنده السكر لا القصة مختلفة، لو عنده الضغط كمان يبقى قصة تانية، لو عنده قصور كلوي كمان تالتة، لو عنده آلام رابعة. يبقى عشان كده بقول دايما احنا بنحط الخطوط العريضة، وبعد كده لازم الطبيب يقيم كل حالة على ايه؟ على حدة. يا دكتور اتمنى الحالة تقوية المناعة وخصوصا كبار السن. طبعا تقوية المناعة في هذه الفترة فترة مهمة جدا، يعني ده احد النقط المهمة جدا في مقاومة جائحة كورونا هي مقاومة المناعة. واول نقطة في مقاومة المناعة هي التغذية ورفع الروح المعنوية. ساعات في بعض الناس ممكن ما تهتمش برفع الروح المعنوية، لا رفع الروح المعنوية من النقط المهمة جدا لنا. قاعدين طول النهار متكتفين نسمع البيانات واخبار الكورونا، وسيبنا وهنسيب حياتنا وهنسيب مشاغلنا، هتنخفض مناعتنا وده مش كويس. النقطة التانية التغذية. طب ايه التغذية اللي ممكن تساعدنا في ان احنا نرفع المناعة؟ كتير، الزنك، فيتامين سي وفيتامين دال، وفي حاجات كتيرة جدا مقوية للمناعة، ممكن تقرأ أدوية ممكن تقوي المناعة. بس طبعا أنا دائما بنصح إن ما حدش يتناول أدوية ولا أي شيء إلا بناء على رأي الطبيب المعالج. إيه التحليل الكرياتينين يا دكتور؟ قياسه في الدم أو في البول؟ هو إحنا قلنا الكرياتينين ما هوش مقياس كامل لوظائف الكلى، هو ممكن يساعدنا في المتابعة، وقلنا ممكن يساعدنا في المعادلة بتاعت معدل الارتشاح الكبيبي، حساباته لمعدل الارتشاح الكبيبي بناء عليه بحسب الدرجات بتاعتي. الكرياتينين ممكن يخدعك، خلي بالك، ممكن يكون طبيعي وانت عندك قصور كلوي. وانا ضربت المثل وقلت مرضى زراعة الكلى بيبقى عندهم كلية واحدة والكرياتين واحد طبيعي، لكن لو حسبت له معدل الارتشاح الكبيبي هتلاقي 50 55 60، يعني ده معناه انه عنده قصور كلوي من الدرجة التالتة، فقصة مختلفة. فالكرياتينين يعني ممكن يخدعك، وبخاصة بين في الستات لأن ما عندهمش عضلات، عشان كده ممكن يدينا صورة خادعة ويغير القرار بتاعنا. دكتور، هل المريض الغسيل اللي بيغسل واللي مش بيغسل بيحتاجوا حديد؟ طبعا قصة الحديد محدش ياخد حديد إلا بناء على التحليل. تاني، مش كل المرضى اللي هم عندهم انيميا مرضى الكلى بيحتاجوا حديد. انا بحدد مستوى الحديد الاول، وبناء عليه بشوف المرضى دول محتاجين حديد ولا لا. اذا كان على الغسيل ومحتاج حديد بديله حديد على الجلسات، ودي سهله، واديله النوع الحديد الكويس لان في انواع كتيره مش كويسه ممكن تعمل مشاكل. طب لو المريض ده عنده قصور كلوي ممكن اديله الحديد عن طريق الفم. مرضى الغسيل البريتوني ممكن اديلهم الحديد عن طريق الفم، لكن مرضى الغسيل الكلوي الكلوي الدموي ممكن اديله الحديد على ايه؟ على جلسات الغسيل الدموي. يبقى انا قلت حتى السؤال بتاع المناعه تاني، هرجع له تاني. المناعه مهمه ان انا اشتغل عليها كويس في الفتره ديت، سواء عن رفع الروح المعنويه للناس او عن طريق المواد او الغذاء اللي ممكن يساعدني في هذا الاتجاه. ما هي الاعراض التي اذا ظهرت على مريض الكلى اثناء الصيام يجب عليه الافطار؟ ده سؤال مهم جدا، ده سؤال مهم جدا. يعني مريض الكلى احنا قلنا درجاته. مريض الكلى اذا بيغسل ولا ما بيغسلش؟ احنا قلنا الثالثه ممكن يغسل، ممكن لو بتحاليل معينه اقول له يغسل وما يغسلش مع متابعه. الرابعه والخامسه انا قلت لا خلاص. لكن لو صمموا، وده في بعض الاحيان بيحصل، وكنا احنا كاطباء بنزعل وساعات نخصم المرضى، وده مش صح. احنا نقول له يعني بنديهم النصيحه، واذا صمم المريض بقول له بدل ما يروح هو يبعد عنه وتحصل له مشكله بعيد عن عيني اخليه قريب مني، وابدا اقول له انت المفروض تفطر، لكن لو صممت على الصيام لك الشروط الاتية، 1 2 3 4. نقول بقى المريض الكلى اذا جات له كتمة نفس شديدة او دوخة شديدة، ولازم المرضى دول يقيسوا السكر قبل على صلاة العصر زي مرضى السكر العاديين،
إذا هبط السكر عن 70 لابد له من الفطار. كتمة النفس الشديدة لازم يفطر. كتمة النفس هنا مش ممكن تكون من السوائل أو من أسباب أخرى زي ارتفاع ملح البوتاسيوم. لو البوتاسيوم ارتفع ممكن يعمل لنا نوع إيه من المشاكل. هل في فيتامينات مهمة يقدر ياخدها مريض الفشل الكلوي تقدر تحسن من حالته أو عظامه؟ طبعا هو الفيتامينات اللي هن ياخدها مرضى الفشل الكلوي أو مرضى الغسيل الكلوي يتحسن من عظامه. قصة الفيتامينات هنا قصة مش صحي قوي. احنا مرضى الغسيل الكلوي أو القصور الكلوي المزمن بنعمل لهم تحليل الكالسيوم والفوسفور والغدة الجاردة رقية. بنعمل التحليل دي كل 3 شهور وبناء عليه بنحدد نسبة الكالسيوم اللي هياخدها وازاي نعالج الفوسفور. واذا كانت الغدة الجاردة الرقية عالية ببدأ اعالج تحليل الغدة الجاردة الرقية عشان احسن من العظام او احسن من كفاءة عظام المريض. طيب هو لو عنده انيميا، بينقسم القسم لقسمين. هل هي انيميا قلة حديد بناء على تحليل الحديد اللي قلته قبل كده؟ اذا كان مريض بيغسل بياخد حقن الحديد على الجلسه زي ما الطبيب المعالج بيديها له بناء على التحليل. في مريض ممكن ياخد حقن كتير، في مريض ياخد حقن قليله، ياخد حقن متوسطه، لكن ما اروحش اخد الحقن لوحدي لانها ممكن لو خدتها لوحدي وانا تحليل الحديد عندي عالي ممكن تؤثر على الكبد وتؤثر على اعضاء الجسم المختلفه. طيب لو الحديد كويس وعندي انيميا بدل العيان عقار الاسروبوتين اللي هو احنا دايما بنعرفه وبنديه تحت الجلد اثناء الغسيل، او حتى مرضى القصور الكلوي ممكن برضو بياخدوه اذا كان عندهم انيميا والحديد عندهم ايه كافي. كويس. طيب النوع بقى اللي عاوزك النقط اللي برضو المهمه عيد تاني عليها موضوع السوائل. مرضى الغسيل الكلوي او القصور الكلوي غير مرضى زراعه الكلى، غير مرضى التهاب الكلوي الحاد او المزمن. كل نوع من المرضى دول لهم كمية سوائل. احنا قلنا الشخص العادي بياخد كمية البول، نقيس كمية البول اللي خارجة ونضيف عليهم 500 سنتي بول. طيب المرضى العاديين بقى التانيين بقى بيتوقف على تقييم الحالة. يعني واحد مريض عنده قصور في شرايين القلب وعنده قصور كلوي مزمن وعنده سكر وجسمه مخزن مية، رجله ورمة، مالوش راح يشرب كتير. وعلى فكره دي بتحصل كتير جدا وبيتعرض لها في مرضى بيتعرض حياتهم للخطر بسبب هذا الموضوع. الاقي الدكتور كاتب له مدر بول وهم يقول لك اصل جاري لما جه زارني قال لي اشرب بريل، جاري لما زارني قال لي اشرب عرقسوس او اشرب عصير قصب. وبالنسبه للعرقسوس خلي بالكم ان شراب العرقسوس وبخاصه لمرضى الكلى ممنوع، لانه بيخزن السوائل في الجسم وبيرفع ضغط الدم بناء عليه. فخلي بالكم من الاسوس، لان انا بشوف الناس كتيره جدا قبل صلاه المغرب بتروح تشتري كميه مهوله من الاسوس او حتى بتعملها في البيت. فمرضى ضغط الدم ينتبهم الى شراب الاسوس لانه هو بيخزن الميه في الجسم نتيجه انه بيحتوي على حاجات معينه وبيجمع المي وبيرفع ضغط ايه؟ بيرفع ضغط الدم. يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا على القصور الكلوي الحاد والمزمن، المزمن بدرجاته، الغسيل الدموي الكلوي والغسيل البريتوني، واتكلمنا على زراعه الكلى، واتكلمنا على الالتهابات المتكرره في قناه مجرى البول. انا لو حد عنده اسئله بس قبل ما انهي الكلام بتاعي يقول اتفضل. لكن النقطه الواعده للمره الثالثه ان كل حاله بيتم تقييمها تقييم منفصل عن الاخرى. احنا بس بنحط الخطوط العريضه للموضوع بناء عشان بس ايه الناس تبقى مستوعبه الامر. قرار الصيام القرار الديني، الدين ادانا الرخصه. الدكتوره دعاء بتقول ان الرئسوس غير مناسب لمرضى الكلى والضغط والسكر كذلك، ده اللي انا قلته بالظبط. النقطه المهمه اللي انا برضو ما زلت مصر عليها ان تقييم الحالات بتتخذ بصوره فرديه كل حاله عن الاخرى، لان كل المشاكل الموجوده عند المرضى تبقى مختلفه من مريض الى اخر. في النهايه
انا طبعا بيرسلكم البث ده من نادي اطباء في نادي اطباء الدقهليه في مدينه طلق بالمنصوره محافظه الدقهليه. بشكر محمد قاعد معايا بيساعدني في البث، وبشكركم، بشكر دايفرت لاب. الحقيقه فكره جميله جدا في الظروف اللي احنا فيها، الناس كلها قاعده في البيوت، بدل ما نقعد نجمع نفسنا لا احنا بنبث الكلام للناس كلهم. بشكركم مرة تانية ان انتم ساعدتوا المجتمع والخدمة المجتمعية للشركات. الحقيقة انا فوجئت امبارح بالخطاب اللي جاي من النقابة العامة لأطباء مصر، بنشكركم عليه، بنشكر كل الزملاء اللي ساعدونا في هذا البث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.